السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة جولات مع وليد. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نقدموه لكم إن شاء الله من منطقة تافوغالت إقليم بركان، منطقة جبلية سياحية غنية عن كل تعريف، منطقة غنية بالمنتوجات المحلية الطبيعية اللي كيجيو عندها الناس من كل مدن الجهة الشرقية. استضفنا السي عبد الجليل احد الباعة في منطقة تافوغالت، بائع طيب ومنتوجات ديالو ذات جودة والتعامل ديالو ممتاز. خليكم معايا تعرفوا عليه وعلى اهم المنتوجات اللي كيبيع في المحل ديالو ومع الاثمنة ديالها. نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنسوش تشجعونا بالضغط على زر لايك، كذلك الاشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الله مرحبا بكم معنا السي عبد الجليل تافوغالت، عنده محل زوين هنا تبارك الله، خيرات ديال المنطقه. غادي يعرفنا شويه بالمنتوجات اللي عنده هنايا. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي. عندنا المرمز، هذه التيشه الرقيقه كتمشي مع اللبن ولا حسوه، ديروا بها حريره كتجي زينه. هذه تابعه ليها التيشه ديالها، كتفور ديرها مع اللبن ولا مع لاصوص حتى هي كتجي مزيانه. اسمح لي السي عبد الجليل، بالنسبه لهاد المنتوجات هادو ديال المنطقه المحليين ديالنا، ما كاينش شي حاجه اللي كتجي من برا ديال المرمز هادو. القرقع حتى هو البلدي الحمد لله. شحال واصل الثمن ديال القرقع؟ هذاك اسيدي داير 40 درهم. 40 درهم هذا الدقيق نعم اسيدي كومبلي ديال القمح حتى هو بلدي على حقه طريقه. تبارك الله. هذا البركوك حتى هو مصايب بليد مزيان حتى هو طبيعي ديال البلاد، هذا عادي. هذا بركوكش ديال العشوب، فيه شي 6 ديال العشبات ولا 7، زين تبارك الله، تاكلوا في الليل يسخنك مزيان. ديال البرد هذا، ديال البرد. هذه تشيشه البلبوله، نقولوا لها حنا البلبوله، تشيشه امندي الرقيقه. هذه الغليظه ديال الشعير، هذا الدقيق ديالها ديال الزرع. هذه سميتها الزميطه، هذه الزميطه كدار مع الماء سخون وشويه ديال زيت الزيتون، تاكل مع راسك. كاينه كيقولوا لها منطقه الناظور تازميط، تازميط هي هذيك تازميط. شحال واصل قول لنا الثمن هذيك؟ 30 درهم. 30 درهم زينه. واه هذا خويا النبق مطحون. النبق واه. هذا الدقيق ديال 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 الذره. الذره واه حتى هو صحي زين. هذا خويا الورد ديال قلعه مكونه. هذا مرد الدوش فليو، كاين اللي سميتو البابونج، السالميه، السنه، الزعتر، العرعار، اليازين، البابونج، ورق السدرة، السالمية، النابطة، الخزامة، مالويزا، كاين الحك، كاين زعيطرة، كاين هذا يقولوا له الريحان. الريحان. اللهم بارك. وزيد في ذلك. آمين. كاين خويا هنايا، كاين عندنا العسل الحمد لله ديال المنطقة. كاين عندنا اليازير، كاين عندنا ديال الكاليبتوس، كاين ديال السدرة، وكل شيء كما قلنا ديال المنطقة، ديال يعني شي حاجة محلية. محلي إلا هذا ديال الدغموس اللي ماشي ديال المنطقة. من كيجي الدغموس؟ كيجي هذا من نواحي ديال بني ملال. بني ملال، مراكش. أكادير. لا لا أكادير. لا أكادير، بني ملال، أزيلان. الدغموس. الزبيب خويا أنت تشوف فيه. والثمن ما بين الثمن كاين من الليم بحال هذا داير 100 درهم. 100 درهم الكيلو. واه الكيلو. هذا الدغموس غالي شويه، داير 400 درهم الكيلو. والمباقي هادو كلهم دايرين 25000 الكيلو. الكيلو. واه 250 درهم. ديال السدر الكاليبتوس. السدر ديال الكاليبتوس، ديال العشوب، ديال الغابه، كاين السم الحار، كاين الحلو، هذا ديال اليازير هو حتى هو يدير 25000. كاين زيت الزيتون حتى هو محلي. خير موجود. خير تبارك الله. يلا كنشكروك. كنشكروك. واللي بغى شي حاجه يتواصل مع السي عبد الجليل في الدخله، هو اون فوا دخلوا للمارشي جيت السقايه. ها هي النمره نخليوها، قولها هي 06 10 59 72 90. الله يحفظك يا سي عبد الجليل. 06 10 59 72 90. صافي السي عبد الجليل اللي بغى شي حاجه يجي عنده يتواصل معاه، مرحبا بكم عنده.